تم التواصل وياك كاتحاد او اشخاص عن اللاعبين المغتربين؟ يا اتحاد الاتحاد العراقي لكرة القدم يا اتحاد، شبيهم ما انه ما تواصلوا وياك، ما تحدثوا وياك على شو اتحاد؟ انا علاش اتحاد؟ لا ما عندي شغل بيهم اني، لا 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 نهائيا نهائيا ولا يجون على بالي. زين، لعد ليش هذا تعبك وعملك مع اللاعبين المغتربين؟ العراق ما يستاهل؟ ماذا تشوف انت المقابيلك ما دي يحرك ساكن باتجاهك؟ يا جهنم. اها نعم، هذا العراق اكبر مني ومن ابويا ومن ابو اللي يدافع والابو اللي يقول يدخل المحاصصه والامور الشخصيه على حساب العراق. انا يعني معطي اثنين شهداء للعراق. بالفعل انا اعرف. ولهذا قلت لك تحز بداخلك، تريد تخدم العراق وانت بالغربة؟ من مكاني نعم، من مكاني نعم. ليش؟ ايش معنى من مكانك؟ قريب على اللاعبين، اللاعبين يحبوني، الاولياء الامور يتواصلون وياي، الناس تتواصل وياي، الحمد لله والشكر. سمعتي بيضة مثل الثلج، ما عندي شائع، ما عندي تاش ويا احد، ما عندي مشكله ويا احد، فلا لا يعني تليفوني ما يوقف، الماسنجر ما يوقف، الواتساب ما يوقف، الناس تتواصل، اللي عنده عمره 17 سنه والله العظيم يتواصلون يا ناس اولادهم 10 سنوات 12 سنه، اعطينا نصيحه، شو تقول على المنتخب؟ يعني ها يعني هذا شنو هذا؟ هو هذا 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 هو هذا الجزاء مال الانسان من يعمل يا صحيح يعمل بشرف يعمل بغيره. بسم الله كمان ما نتوسم خير. ليش الصفحه؟ يا هي الصفحه مع الاتحاد. بس اليوم اللي يقودوها نجوم فعلا، واليوم هم خدموا الكره العراقيه. منو قال لا؟ وبنفس الوقت انت بعد الحلقه مالتنا انا شويه اريد اعاتبك لان انا اعزك، تكلمت نعم. كلام مو حلو بحق احد الاشخاص. احنا سباك بصفحه وانطوت ذيك مو بالبرنامج. لا هي صفحه وانطوت، تعرف خلص صفحه وانطوت ذيك وانتهت، يعني خلص انتهينا من عند الصفحه. زين، ما تفكر في يوم من الايام تتواجه وياه تتصالح؟ انتم علاقه تربطكم 20 30 سنه. اخويا وصديقي ودائما اقول اني هو متفضل، وش وقت ما اشوفه انا ابوسه من راسه. ما عندي شو وياه. تحبه؟ اي احبه. يعرف كل الزين هو. يعرف. يعرف كل الزين هو. تمام.